تقع تقع. الناس في العزبة قسموا نفسهم بين حلقة الذكر ومخور الغدر، كله بيهيس. أنا ماليش دعوة لا بالعزبة ولا بنفسها. مالكيش دعوة إزاي؟ الناس هدول أهلنا يا تقع. أهلك أنت، أنا أول ما هتخرج هسافر اسكندرية وأشتغل هناك. وده اسمه إيه بقى إن شاء الله؟ هروب؟ سميه زي ما تسميه. يا تقع مش عايزك تاخدي قرار غلط في لحظة انفعال. حاجة ما تخصكش. ما أنا ما أقدرش أستغنى عنك يا تقع. ودي لعبة جديدة بقى؟ تقع استني بس. مش هقولك إني ندمان. اللي جوايا أكبر من الندم بكتير، أنا ورحمة أمي ما قادر أسامح نفسي. كلامك ما بقاش بيأثر فيا. صدقيني لو قلتلك إن أنا اتمنيت الموت. مش هتقدر تضحك عليا تاني يا إبراهيم. أنا ما ضحكتش عليكي أولاني. واللي عملته اسمه إيه؟ مفيش حد ما بيغلطش. وبعدين بقى مش عايزك تحاسبيني على لحظة ضعف. ضعف ولا هزالة؟ طب تقع، أياً كان رأيك تقع، أوعدك إن عمري ما هعمل كده تاني. مش هقدر انسى اللي انت عملته فيا يا ابراهيم. ليه يا تقع؟ عشان اللي عملته فيا كان كبير قوي، انت وجعتني. انا عارف ان انا غلطت في حقك غلط كبير، واوعدك ان عمري ما هعمل اي حاجه تضايقك مني تاني، بس كل اللي طالبه منك انك تسامحيني. وانا ايه اللي خليني اثق فيك؟ عشان انت عارفه ان انا بحبك يا تقع. حبك كله كره وخداع يا ابراهيم. خدي حقك مني بالطريقه اللي ترضيكي. مش عايزه اشوفك ولا اعرفك تاني. لا، دي الحاجه الوحيده اللي عمري ما استحملها والله.